بقى للاستاذ معانا الاستاذ امير نادي شقيق بيشوي، وبيشوي زي ما قلت لحضراتكم وشوفنا الصوره هنشوفها تاني ان هو كان اختفى بيشوي نادي كمال من صملوط متغيب من يوم الثلاث 25/9. اهلا بيك امير وقلوبنا معاكم، وقول لنا بقى بيشوي عنده كام سنه ودراسته ويعني والظروف اللي كانت وملابسات التغيب. مساء الخير يا فندم. هو امير بشوي تسمعني؟ انا مش سامعه امير، سامعك يا فندم ازيك؟ كده كويس. الو، معانا امير يا ترى؟ ايوه يا فندم، انا مع حضرتك. طيب يا دوب سمعت صوتك الو، دلوقتي يا امير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. قول لي طيب بشوي عنده كام سنه ودراسته ايه؟ هو شوي 18 سنة بس مش بيروح مدارس حاليا، اللي هو قاعد من المدرسة من أيام الابتدائي. قاعد لأسباب معينة؟ لا، هو ما كانش حابب مشوار التعليم فقعد من الابتدائي، ف قصة التعليم معاه منتهية يعني. طب هل كان بيشتغل حاجة؟ هو الفترة الأخيرة كان بيشتغل في المحارة، عامل محارة. عامل محارة. طيب و اه يعني في اي حاجة مثلا اديت لكم اي فكرة؟ اختفى، هو اختفى من يوم الثلاث 25/9 اللي هو الشهر اللي فات. طيب اه يعني شاكين في ايه اسباب اختفائه؟ هل كان في مشاكل بينكم في الاسرة او حاجة، ولا اختفى فجأة؟ هو ان في اختفاء وجه فجأة، محدش كان مختلف معاه في حاجة ولا في أي مشاكل في البيت مثلا تستدعي إن هو يسيب البيت ويمشي. ومن ساعتها عم فاحنا مستغربين نتيجة الاختفاء ده لإيه يعني، إن هو حتى طالع من البيت لابس كويس وماشي. حضر نفسه قال أنا رايح صمالوط. انتوا ساكنين فين؟ أنا في قرية تبع صمالوط اسمها السوبي. قرية السوبي. طيب يعني من ساعتها يعني ولغاية دلوقتي طبعا عملتوا محضر طبعا، والشرطة برضو هل استدلت على أي حاجة؟ هل في تتبع لموبايله؟ يعني لغاية دلوقتي مش واصلين لأي حاجة خالص، ولا مكانه، ولا أي أسباب من أصحابه مثلا من صفحته على الفيس، أي حاجة تقول لكم إنه الاختفاء ده ليه؟ أنا رحت عملت بلاغ في المركز ومحضر تغيب باسمه، ده كان يوم الأربعاء الساعة 10 بالليل، وخدوا كل التفاصيل وكل البيانات باللبس اللي كان لابسه اليوم ده، بصور شخصية ليه، بس للأسف لحد الآن مفيش أي حد استدل عليه في أي مكان. تمام. وانتوا ما قدرتوش برضو من خلال اصحابه او معارفه توصلوا لاي حاجة؟ هو احنا سألنا كل الناس اللي كانت معاه الفترة الأخيرة فما حدش شافه، يعني في ناس كتيرة ما شافتوش اليوم اللي اختفى فيه، يعني الناس شافته قبلها بيومين، أما اليوم ده ما حدش شافه للأسف فيه، وما حدش قال لنا أي معلومة تفيدنا في اللي احنا ندور عليه فين. تمام. وهو 18 سنة. تمام. تمام، فاحنا دلوقتي بنجبر المسؤولين في سرعة الاستجابة والبحث عنه. يا رب ان شاء الله. بيفيد رجال الشرطة طبعا اللي هي تقدر تبحث أكتر مننا في طبعا كل مكان. صحيح. بنتمنى من مديرية أمن صمالوط واسم الشرطة إن هو يقوم بدوره بالنسبة لمحاولة البحث، لمحاولة معرفة مكان بشوي، وتطمنوا عليه يا رب. وبرضه بنطلب من كل مشاهدينا يصلوا إنه إن شاء الله يا رب تطمنوا عليه ويرجع بالسلامة يا رب إن شاء الله. تحب تضيف حاجة تاني يا أستاذ أمير؟ هل ده فاضيك؟ لو أي حد يشوفه في أي مكان يا ريت يدي إدارة البرنامج خبر بيه، أو يتصل بينا على أرقام الشخصية، في الرقم الشخصي بتاعي على الفيسبوك في كل مكان. يا ريت يعني ده رجاء وخدمة إنسانية لأي حد يشوفه في أي مكان، يا ريت يخليه معاه ما ينسبوش، ويتصل بينا نروح ناخده منه في أي مكان، تمام. مش هتبقى مشكلة المكان بالنسبة لنا يعني. ان شاء الله يا رب الصورة واضحة قدام. هو بيعاني من اي حاجة ولا سليم تماما يا امير؟
لا ما فيهوش اي حاجه يعني منها، يعني هو سليم تماما تمام وقواه العقليه تمام يعني. تمام انا بس حبيت اتاكد ده. فاحنا برضو الصوره اتعرضت، ده بيشوي نادي مختفي من يوم 25/9. اي حد يا جماعه يشوفه في اي مكان، او لو هو شايفنا يطمن اسرته من فضلك، يعني حتى لو هو عايز يعني لو ايا كان السبب يا ريت يتواصل معاكم علشان يطمنكم. وانه الارقام برضو احنا حاطينها على الصفحه وهنعمل له شير مره تانية، وبنطلب من الكل برضو يعملوا له شير على الفيس، يعلى وعسى يا رب كده ان شاء الله انه يعني حد يوصل له ويرجع لكم بألف سلامة. يا أمير بشكرك شكرا جزيلا.